مساء النور، مساء الحب، وش رايكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا اللي بخير والحمد لله. كنت شويه مشغوله يعني وليت معاكم، جا خويا عندي واني فرحانه بزاف بزاف. ان شاء الله ربي يديم شملكم جميعا ان شاء الله. اليوم الفيديو راح يكون متنوع، فيه وصفات سهله ومليحه وبنينه بزاف بزاف بزاف، اكيد حتعجبكم. زينة تاعي قبل ما نبداو الفيديو، ما تنساوش ديروا لي جيم وتبارطاجيو الفيديو اذا عجبكم. في الاخير نقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وراح نبداو الفيديو مع بعضنا. وهنا حبوباتي، اول حاجه بديت بها راح ندير الطبق تاعي، لاصوص تاع الطبق تاعي تاع اليوم. دونك جبت لي كويس تاع الجاج كيما شفتوني، درت حطيتهم تقلاو في شويه زيت شويه زبده، وليت قشرت حبه تاع بصله وثوم ورحيتهم وحطيتهم تقلاو مليح معاهم حتى اللون تاعهم ولا هكذا بني. وهنا زدت لهم معدنوس، زدت لهم ملح، فلفل اكحل، وشويه تاع زنجبيل. كي تقلاو لي كامل مليح مع بعضهم كيما شفتوا هنا، وليت سخنت الماء، يعني لازم الماء يكون سخون مليح، ومرقت بيه فوالا، غطيت الدجاج تاعي. وهنا زدت فيهم، زدت معاهم حبات تاع حمص، ماشي بزاف يعني شويه برك. فوالا نسكر عليهم نخليهم يطيبوا. هنا درت لكم بالتسلسل كيما انا خدمت، هنا درت البسبوسه، خليت لا كوكوت تاعي طيب، وهنا درت البسبوسه، درت كيما شفتوا بيض وسكر، زوج بيضات، نص كاس تاع سكر، نص كاس تاع زيت، وفيها نص كاس تاع حليب. ولا تخلطوها غير بيدكم هكا، سهله بزاف بزاف وتجي بزاف مليحه. هذه البسبوسه ما تجيكمش معجنه، تجيكم يعني بنينه بزاف بزاف. انا تعجبني بزاف، واللي ذاقوها اكل عندي يعني عجبتهم. ديروا واحده خميره تاع جاتو وكاس ونص تاع دقيق كيما شفتوا. انا كيس بهذو اللي يعني هذو الكيسان صغار تاع الحليب، يعني ما لازمش يكون كاس كبير، بعد تجيكم حلوه وتجيكم ماشي مليحه. فوالا كاس صغير، فوالا كيما قلت لكم فيه زوج بيضات، فيها نص كاس سكر، نص كاس زيت، نص كاس حليب، وكاس ونص دقيق يكون مويه يعني ماشي خشين ومش رقيق، وحده خميره تاع كاطو. هذا واش فيها البنات، وتخلطوها هكا بيديكم برك، وتحطوا الفور تاعكم يسخن في هذا الوقت. هنا دهنت البلاطو تاعي اللي حندير فيه البسبوسه، البلا تاع الفور دهنته بالزبده، وهنا راح نخلطها مليح اخر مره ونحطها في البلا تاعي. يعني سهله سهله، توجدوها في دقائق وتحطوها تطيب. هنا حطيتها طابت 180 فوالا، حتى نضبط لكم تشوفوها تحمر من الفوق ومن تحت، اي ما تجيكمش يعني عاليه بزاف، تجي مليحه بزاف بزاف الذوق. هنا غير خرجت كنت مطيبه الشربات من قبل وحطيتها عندي، شربات على بالكم كاس سكر وزوج كيسان ماء وان ترونش تاع سيترون، خليتها طابت مليح ومن بعد طفيت عليها. هذه كانت في الفريغو يعني بارده، لازم تشربوها تكون شربات بارده، يعني هي تخرج من الفور تكون سخونه. كيما شفتوا هنا غير شربتها وليت قسمتها هكا فوالا، قسمتها درتها تي كاري، ومن الفوق ديكوريتها كان عندي شويه تاع لوز مرحي، كان عندي شويه تاع بيستاش، هذا مخلطين مع بعضهم بيستاش ولوز، درتهم من الفوق هكا يعني غير من الفوق شويه، ودرت لي فروي هذو لي سوريس كونفيت، يجيو بزاف بزاف مليح معاها، سواء في الذوق ولا في الشكل، في الشكل عطاوها شكل بزاف بزاف مليح. هذه كانت البسبوسه تاعنا، سهله وبزاف مليحه، ديروها للفطور صباح ولا تشربوا بها قهوه العشيه، بزاف بزاف مليحه، وقلت لكم تجيكم خفيفه يعني وما تضرحوش عليها. هنا راح نولي للغدا تاعي، قلت لكم الدجاج حطيته يطيب في لاكوكوت لاصوص يعني. وهنا حندير لي بولات تاع الفيونداشي، درت فيونداشي، درت لها بيضه، ملح، فلفل اكحل، درت لها ثوم تاع بودره، مغرفه صغيره باك تاع لاشابيغ باش نقدر نلمو، وراح نعجنو كامل هاك حتى يدخلو كامل مع بعضهم لي زيبيس اللحم وكل، ومن بعد راح نشكلو دي بول صغار. هذو البنات راح نديرهم يعني راح نديرهم دي بول، حنقليهم دوكا تشوفو، نقليهم نديرهم غير في الفرينه ونقليهم، وراح نلوحهم في لاصوص. فوالا نلوحهم في لاصوص، غير طيب الدجاج نحي ونلوح لهذو لي بولات ونخليهم يطلقوا البنات تاعهم يعني في هذيك المرقه. وهك البنات تجيكم لاصوص بزاف بزاف مليحه، وقلت لكم هذا البلا يعني بزاف بزاف مليحه، يسميوه يعني احنا نسميوه، يسمى في الجزائر يعني كامل يسميوه طاجين الرخام، ويجي بزاف بزاف مليح. قلت لكم هنا درت فوالا، قليت هذو لي بولات قليتهم وليت حط لحتهم في لاصوص، وكنت حطيت ثاني البيض غليته حتى طاب يعني طاب من الداخل، ومن بعد وليت نحيت له هذيك
القشرة تاعو راح نشوفو كيفاش حنديرو دوكا باش نقدمو مع هذا البلا، يجي بزاف بزاف مليح وبزاف قلتلكم يعني مام للضيوف هاك تقدرو تقدموه. هنا كان الدجاج طاب واللي تنحيتو قليتو في الزيت، وهذوك لي بولات وليت لحتهم في لاصوص خليتهم يعني تجمرو شوية مع ذاك الحمص ولا صوص تاعهم. وهنا قلت لكم البيض كنت غليته ونحيت له لابو تاعو، وجبت لا فيون تاعشي وليت داويتها لي زيبيس نورمال، درت لها ملح فلفل اكحل شويه تاع الثوم معدنوس وحده بيضه، عجنتها مليح. وهنا راح نشكل ندير دي بول هكا تاع اللحم ونغطي بهم البيض تاعي. فوالا بهذه الطريقه تغطيو البيضه كامل باش ما تحلكمش من بعد كي تقليوها، وفوالا تحاولوا ما ديروهاش يعني خشينه وما ديروهاش رقيقه، فوالا تكون يعني غير مليحه. وراح نشكلهم كامل هكا البيضات هذوك اللي درتهم كامل، ونغطيهم كامل هكا بالفيون داشي، ومن بعد راح نقليهم. باش نقليهم راح نديرهم غير في الفارين ونقليهم على نار قليله باش هذاك اللحم يطيب لي يعني مليح. هذا هو الطيب تاعو، مانيش حلوح يطيب في المرقه هذيك، راح غير نطيبو هكا ومن بعد نقدمو ديريكتومون في طبق التقديم كما راح دوكا تشوفوا. بزاف بزاف قلت لكم يجي ساهل هذا البلاو ويجي مليح بزاف بزاف. هنا كملتو كامل كيما شفتوا هذا البيض واللي درتو في الفارين وقليتو، قلت لكم قليوه على نار قليله باش يطيب لكم يعني من الداخل وتجيكم بزاف بزاف مليح. فوالا عسولاتي جا بزاف مليح هذا البلاو، عجبكم بزاف بزاف، قلت لكم بزاف يعني نديروه في الجزائر ويعجبهم كامل، يعني نديروه بزاف في رمضان، نديروه للضيوف، نديروه يعني من الاطباق تاعنا المليحه والبنينه، يحبوه كامل كامل، انا حتى زوجي يحبوه بزاف بزاف. فوالا عسولاتي، دونك هذا هو كان طبق يعني رئيسي، ودرت معاه انسوب، درت معاه سوب تاع العدس الاحمر، درت كيما شفتوا حبات تاع بطاطا، حبات تاع جزر، حبات تاع بصله، درت شويه زيت قليتهم مليح، درت لهم هذاك العدس الاحمر مش بزاف يعني شويه برك، قليتهم كامل مليح، ودرت لهم ملح فلفل اكحل شويه تاع كركم. هذا ما كان البنات ما نكثرش لي زيبيس باش يجي هذاك الذوق تاع العدس يجيكم بزاف بزاف بنين، يطلقوا الكوت تاعو يعني يجي واحد الذوق فيها بزاف بزاف مليح. دونك قليتهم كيما كيما هكا مليح يعني، ودرت لهم قلت لكم لي زيبيس درت غير ملح فلفل اكحل وكركم. كي قليتهم مليح وليت مرقتهم بالماء سخون وسكرت يعني عليهم وخليتهم طابو. هنا درت رافقت لاسوب تاعي، درت معاها البوريك، كان قعد لي كيما شفتوا اللحم رحيز شويه معاه، اشيت البلوند بولي درتو اشي وريحتهم يعني هكا، ودرتهم قليتهم، درت الدجاج واللحم رحي قليتهم شويه تاع زيت، ودرت لهم درت لهم حبه تاع بصله رحيتها قليتها معاهم مليح، ومن بعد درت لهم لي زيبيس ملح فلفل اكحل شويه تاع زنجبيل وشويه تاع ثوم بودره. فوالا سامبل يعني كيما نديرو البوريك عادي. هنا درتو غرب اللحم، درتوش مزلوش البطاطا وكل، ومن بعد راح نزيد له غير شويه تاع فرماج، درت له الجبن المثلثات هذا وحده تاع بيض، وفوالا خلصهم كامل هكا مع بعضهم، وفخسيت بهم ديريكتومون البوريك تاعي. جاب بزاف بزاف بنين هذا البوريك، وفوالا عجبهم ليسونسييل، عجبهم بزاف بزاف وجا مليح وبصحتهم، ياكلوه بالصحه والهنا. هنا ما صورتلكمش البنات كي درتو غير في درتو في الورق تاع البوريك، فخسيتهم وقليتو، راح نشوفوا الشكل من بعد. وهنا درت ثاني كسره شاركتكم كي درت، فوالا درت دقيق ودرت معاه الزيت وشويه تاع ملح، ولميتها بالماء كيما شفتوا، عجنتها هكذا شويه، ومن بعد وليت شكلتها هكا، درتها زوج كسرات يعني زوج خبزات، وفوالا حليتها وطيبتها في الطاجين تاعي. هذاك الطاجين بزاف بزاف مليح، ننصحكم به كامل كامل، بزاف مليح ويطيب الكسر يعني بشكل بزاف مليح. هنا عسولاتي كانت هذه الطاوله تاعنا، الحمد لله يا رب العالمين على كل النعم. درتها بهذا الشكل، فوالا درت هذا هو الطاجين تاع كي طاب البيض قلت لكم طاب، قسمته في النص وقدمته بهذه الطريقه، حطيت الدجاج والبولات والحمص في نص الطبق تاعي، ودورت عليه كامل هذاك البيض باللحم بلا فيوندا شي، ودرت من فوق شويه تاع معدنوس البوريك، قلت لكم قليته درت له شويه، درت له قارص من الفوق حطيته هكا، حطيت شويه تاع كومونبير والكسره ولا سوب تاعنا اللي جات بزاف بزاف مليحه بزاف مليحه، جربوها البنات راح تعجبكم اكيد، الذوق تاعها هذاك العدس الاحمر يعطيه واحد الذوق بزاف بزاف مليح.
وهك حسولاتي كان الفيديو تاعنا اليوم ان شاء الله يكون عجبكم، ما تنساوش ديروا لي جيم وتخليوا لي كومونتير طيب كيما نتوما، ونقولكم مع السلامه.